من واقع تخصصك ومن حاجتنا للحديث في هذا الموضوع، الركبة صحيح. يعني مفصل مهم للمشي للحركة، أريد أن أتحدث تحديدا عن مرض خشونة الركبة. نعم، طبعا خشونة الركبة هي أنا باعتقادي الآن هي أحد أهم أعراض أو أمراض العصر الحديث. يعني في دراسات رائعة طلعت من السعودية، واحدة في عرعر والثانية في القصيم، واحدة على العيادات الخارجية في المملكة العربية السعودية، وتبين أن نسبة الخشونة في اللي عمرهم فوق 60 60%، واللي بين 45 و 55 نسبة الخشونة 30%، فهي نسبة مش بسيطة. وإلى يومنا هذا، يعني أنا توني جاي من أكبر مؤتمر جراحة العظام في العالم في شيكاغو، ليومك الحل الوحيد الجذري لمرض خشونة الركبة هو التدخل الجراحي. والله هذا خبر مو بزين. يعني شوف، طبعا هو مو انك الواحد يحتاج جراحه، بس ان احنا دائما نحاول كثر ما نقدر. بس وش اشرح لي انا وش خشونه الركبه؟ الخشونه هو شوف الركبه، يعني الركبه اذا خذينا هذه عظمه الفخذ وهذه عظمه الساق، وهذا اللي يكون الركبه. على سطح الركبه في طبقه ناعمه سلسه، فالحركه تكون ناعمه. فشنو هي الخشونه؟ ان هذه الطبقه الناعمه اللي يسمونها الغضاريف الناعمه تتاكل. فتصير خشنه، فتصير في صعوبه، على عكس اللي لما الله يكون خالقها يعني طبيعيه تكون طبعا سلسه الحركه. ايش بينها؟ ايش الفرق؟ وبينها سائل لزج هو في طبعا سائل، ويكون في طبعا شيء اسمه الغضروف الهلالي، وفي طبعا الاربطه، وكل هذه تتحرك مع بعض. يعني سبحان الله شيء جميل. بس مع طبعا اسباب الخشونه، الوزن واصابه رياضي، هذه الطبقه تتاكل، السطح الناعم هذا يتاكل، فيصبح يحتك مع فيصير يحتك، فكل الطبقه هاي العظام تصير تحك ببعض، فاخر درجات الخشونه هي الاحتكاك، وهذا اللي يسبب الالام المزعجه والصعوبه في الحركه. احيانا يتجمع مويه في الركبه. نعم، هذه المويه هي طريقه ركبه انه يعني قاعد تبين انه في خلل، فتصير تفرز من زيت الركبه. فهذا ندل على شيء، يعني انا كدكتور لما افحص مريض اشوف عنده ورم او مويه، هذا يقول لي انه في شيء متعب الركبه، تعبانه، يعني ما هو والله بس الم عضله، لا، في فعلا شيء متضرر داخل الركبه. فهو يعني هذا يدل على تورم يعني، ولا يدل على احتباس؟ التورم يدل انه في ضرر في غضاريف الركبه او احد اربطه الركبه. لكن المويه؟ هي نفس الشيء، المويه هو التورم، هو جاي يعني زيت الركبه، لما الركبه يصير فيها مشكله تفرز زيت، وهذا نسميه مويه الركبه او ماي الركبه.